السلام عليكم. فتح الحدود المغربية 2022 نهار الاثنين ان شاء الله غادي تفتح الحدود البحرية والبرية والجوية، كل شيء غادي يكون مفتوح، ولكن كاين شروط يا الاخوان وكخصكم تسولوا على الشروط. الحدود غادي تفتح، ولكن التذاكر الاثمنه ديالها شحال واصله؟ والشروط راهم باقيين، الشروط هما قال لك ما كاين حتى شي تعديل في الشروط. اذا اللي كنتو عارفينو هذيك الشروط ديال الجائحه راها مازال باقيه، خصكم تفكروا مزيان. يعني كاين عندنا مشكل خصنا نحلوه ونفكروا كيفاش نديروا ليه.